امبارح كان مبدعي مصر على موعد مع احد اهم الاحداث الثقافيه وهي جوائز الدوله، جائزه النيل، جائزه الدوله التقديريه، جائزه التفوق، وجائزه الدوله التشجيعيه، وده في مجالات العلوم الاجتماعيه، الفنون، الاداب، واللي شهد التكريم مجموعه بارزه جدا من الرموز المصريه في كل هذه المجالات. من ضمن الفايزين بجائزه الدوله للتفوق المعماري حمدي السطوحي، خلينا الاول نبارك له ونصبح عليه، الف الف مبروك، صباح الفل عليك. صباح النور، اشكركم جدا جدا. يعني احساسك ايه كده بعد ترشيحك للجائزه وفوزك بيها؟ احكي لنا كده البروسيس مشيت ازاي وحاسس بايه؟ والله انا هتكلم احساسي بشكل مباشر. اول ما عرفت انه تم اعلان الجائزه وتم اختياري للفوز بهذه الجائزه، وانا بعتبر انه رزق من ربنا يعني. وبعدين اتكلم على الريفلكشن اللي شفته من اصدقائي وزمايلي وطلابي واهلي وكده. الاثنين بياكدوا كلمه ممكن تبقى بسيطه جدا ولكن معبره، وهي السعاده. وما اقدرش اقعد افسرها، يعني انا سعيد جدا بان انا اعلم هذا الخبر وان فعلا ابقى فايز بجائزه دوله التفوق. سعادتي الاكثر بقى لما شفت كل واحد شاف الجائزه ازاي. يعني لقيت، وده شعور حقيقي فعلا، ان كتير من الزملاء والاصدقاء شافوا ان الجائزه ده جائزتنا كلنا، وكانها تحفيز لكل مجتهد بيسعى انه يقدر يبدع، يقدر يقوم بدوره وسط الصعاب اللي بيمر بيها العالم كله. فلقيت لا، ده حاجه جميله جدا. ولقيتها بمنظور اخر عند بقى طلابي واولادي، انه ده تاكيد انه اللي احنا بنعمله النهارده وبنتعلمه لا ممكن يؤتي ثماره. فده نقطه مهمه جدا برضه. احنا ما يمكن ما بنقولش مهندس معماري على قد ما بنقول فنان معماري. والفن المعماري يعني كل الناس بتتذوقه، يعني محدش على اختلاف طبقاتنا الاجتماعية والثقافية مفيش حد ما بينبهرش بالمعمار. احنا اصلا كمصريين فينا الجين ده، احنا بنائين، يعني احنا اللي عملنا الهرم. فاحكي لنا عن انجازاتك في هذا المجال يا باشمهندس، واحكي لنا حملة ابو سمبل 50 عملت فيها ايه، وايه التأثير الثقافي والمعماري بتاعها ايضا. طيب يعني طبعا لما حضرتك ذكرت العماره، وان يعني هو الحقيقه ميزه العماره ان انت بتعيش، فانت بتعيش جوه الفن. وانا شخصيا مؤمن ان الفنون لا يمكن تجزئتها عن بعضها البعض. انت بتشوف جوه العماره موسيقى، وجوه الدراما والموسيقى ترى البناء، يبقى البناء صحيح. وتقدر في الاعمال الموسيقيه تتلمس النحت بابعاده الثلاثيه. وبالتالي لا يمكن فصل الفنون عن بعضها البعض. ممكن افصلها من اجل الدراسه التخصصيه، ولكن انا حتى وبدرسها هحس انها متفاعله جدا. انا شخصيا بالنسبه لي، وبعدين حضرتك ذكرت كمان حمله ابو سمبل 50، الجائزه لم تكن فقط على اعمال معماريه، ولكن على بعض من المحاور التي اعمل عليها ليها علاقه بالثقافه والفن والعماره والحراك المعرفي. وعلى سبيل المثال، لو كلمنا في المجال المعماري بشكل مباشر، كان احد الانجازات انه مشروع احياء منطقه النازله، منطقه الفخارين النازله في الفيوم، والمشروع ده حصل ليه سبق ما حصلش قبل كده في مصر، انه يتم تسجيل المشروع بعد انتهائه باربع سنين فقط، ان يتم تسجيله ضمن قوائم المباني المتميزه كانه تراثا. يعني احنا دايما متعودين نسجل مباني بقى لها 100 سنه 70 سنه ولمعماريين توفوا، فيبقى في مشروع بيتسجل معماري عايش بقاله 4 سنين، دي سابقه تحسب لكل من قام بهذا الامر، سواء بقى جهاز التنسيق الحضاري، مجلس الوزراء، الاهل المنطقه وهكذا. لو رحنا لبقيه المحاور واهمها زي ما حضرتك ذكرت حمله ابو سمبل 50، انا لو رجعت لورا سنه 98 كنت اول مره ازور منطقه ابو سمبل واخش معبد ابو سمبل او معبدي ابو سمبل رمسيس ونيفرتاري، وادخل القبه اللي احنا بنقول عليها مجازا قبه، مشكله الجبل الاصطناعي. الجبل ده مش حقيقي، ده جبل اصطناعي تم استخدام احجار طبيعيه بعمل جبل يحاكي الوضع قبل النقل. يوم ما دخلت القبه الخرسانه ولقيت هذا العمل الهائل، الاعجاز، وهو عبقريه انبياء ابائنا لا تقل عن اعجاز اجدادنا،
قلت لازم يبقى الموضوع ما ينتهيش كده، وبدأت أشتغل على متحف جوه الأوبرا. في 2013 أسسنا حملة للاحتفال بمرور 50 سنة على إنقاذ معبدية أبو سمبل. واشتغلنا فيها لغاية اليوم، إحنا بنعمل أنشطة كتيرة جدا مرتبطة بيها. الأنشطة دي كان منها أنشطة فنية، زي نظمنا 2 سمبوزيوم فن تشكيلي في أبو سمبل، كان بيروح فنانين مصورين لمدة أسبوعين يعيشوا في المنطقة ويعملوا نتاج فني، منهم فنانين كتير جدا مبدعين مصريين مشهورين، وثم يتفاعلوا في يوم ليلة العيد الشمس اللي هو ليلة تعامد الشمس، يتم عرض معرض الأعمال. قمت بندوات كتير جدا سواء في مصر أو في بتعيشوا مصر. حالة كاملة يعني، حالة كاملة طيب. طبعا ويتفاعل الفنان مع المجتمع مع الأثر. حضرتك قلت يعني جملة مهمة جدا، انه ده يمكن اول مرة مشروع بتسجل بعد 4 سنين فقط، فبعد ده ما حصل انت حاسس ازاي الجائزة دي ممكن او جائزة الدولة ممكن تبقى دافع لأجيال جاية من المعماريين عشان يبدعوا ويعملوا احسن ونرجع تاني بقى الفن ده بشكل كبير عندنا في مصر؟ هو الحقيقة أنا مش حاسس، أنا هستخدم كلمة يعني بجانب حاسس وأقول أنا متأكد. تمام؟ ومن كم الرسائل والاتصالات الهاتفية من زملاء أعزاء هم بيعملون في المجال وبينتجوا أعمال أقوى وأفضل مني كثيرا، لقيتهم بيقولوا لي إحنا شايفين الجايزة دي مش جايزة ليك لوحدك، جايزة لينا كلنا وتحفيز ودافع لنا أن نستكمل اللي إحنا بنعمله. يبقى اللي إحنا بنشتغل عليه لا ده ليه مردود، مشتغل عليه اكنه حد جه طبطب على واحد كده وحفزه. عارفه لما تلاقي حد في طريق طويل قوي وبيقال له ايه كمل. انا بؤمن ان مهم قوي انه كل شويه حد يقول لك كويس اللي انت عملته، مش وحش يعني حقيقي حاجه، وبالذات طبعا لو جايزه من جوائز الدوله دي مهمه جدا، من يعني من افضل الطبطبه اللي انت بتقول عليها دي. اقول لحضرتك حاجه، انا فزت بجوائز عالميه في خلال ال 15 سنه اللي فاتت، الحمد لله كان ربنا رزقني بجوائز مختلفه على مستوى افريقيا، الجائزه الاولى على مستوى البحر المتوسط، على مستوى الاتحاد الدولي للمعماريين، ولكن ان مصر تكرمت باسم جائزه الدوله طبعا لتعبير وطعم مختلف تماما. طبعا بيتك هو اللي بيكرمك اهم حاجه. لا وبعدين جائزه الدوله يعني اكيد يعني اقول لحضرتك حاجه، جايز الدوله دي كاني بقول هذا الشخص اضاف لهذه الدوله حقيقي شيء قيم، فده دي جايزه ليها يعني انا مش قادر اوصف معناها ايه، بس ليها تحفيز كبير جدا. احنا مبسوطين انك مبسوط بيها، ربنا يخليك، وعارفين ان انت هتبدع اكتر الفتره الجايه. انا بسميه ده فن، فعلا فن معماري، يعني انتوا بتقدموا حاجه بتعيش في ذاكره واذهان التاريخ المصري. احنا النهارده لسه بنفتكر، يمكن زميلي مصطفى هو كمان بيحب قوي الفن الاسلامي، ولغايه النهارده احنا، وزي ما هو قال في البدايه احنا اللي بنينا الهرم، يعني احنا مبدعين جدا في دي منطقتنا في الاول وفي الاخر. حي حي يعني، ونقدر نبص بنظره بقى فيها مسؤوليه شويه، ان احنا الهرم ده لما تم انتاجه، يعني الهرم لما اتبنى كمنتج ثقافي في هذا الوقت، كان قيم جدا فعابر للزمن فاصبح تراثا. هنا مسؤوليه علينا احنا بقى، هل اللي احنا بنبنيه النهارده يستحق ان يكون تراثا في المستقبل؟ دي مسؤوليه يجب ان نعمل عليها. طب وبناء عليه النهارده يعني حضرتك فزت بهذه الجائزه، ايه هي خطواتك القادمه؟ ايه المشروع اللي انت يعني تتمنى من الدوله المصريه ان هي تتبناه وتنفذه ويكون المعماريين يعني على دراية بيها، وهو حلم لكل طوائف الفن المعماري؟ هقول لحضرتك حاجتين، حاجة مباشرة جدا ليها علاقة بالعمارة، وهو يوجد أفكار كثيرة جدا جيدة، في شباب معماريين قوي جدا، في متخصصين أقوياء جدا، محتاجين بلاتفورم، محتاجين منصة تظهر نتاجهم ويحصل مناقشة حواليه، وبالتالي نقدر نتبادل المعرفة والتجارب، نتائج التجارب. ده ما مش متوفر في السوشيال ميديا يعني مثلا؟ لا مش عايز السوشيال ميديا بقى، انا عايز منصة ان احنا نعمل بينالي العمارة في مصر. بينالي كل سنتين يبقى في بينالي اشبه ببينالي فينيسيا في ايطاليا، البينالي زي المعرض العام في الفن التشكيلي. هذا البينالي يتعمل كل سنتين ويبقى فرصة لكل المعماريين يعرضوا نتاجهم وأفكارهم وطروحاتهم ويتم المناقشة حواليها، ده هيعمل حراك معرفي قوي جدا. طيب الفكرة التانية عشان بس الفكرة التانية بسيطة جدا، حضرتك قلت الهرم وكلمته على الحضارة، كلمته على التراث، نفسي نتعامل مع التراث إن هو أثر،
لحضارة كانت موجودة، عايزين ندخل جوه الأثر. فهقول هناك شخص جد من أجدادنا اسمه عنختيفي. عنختيفي مقبرته في جنوب المعلة، سوري في المعلة جنوب الأقصر. عنختيفي كان موجود في عصر المحلال، ولكن قدر يتحرك خطوات تنقلنا لعصر الانتقال. ده مهم جدا، مقبرته ما فيهاش ذهب لكن فيها كلام من ذهب. نفسي نبص لحضارتنا القديمة عن الأعمال والأفعال وليس فقط المنتج الفني، ساعتها هنقدر نقدم للعالم نماذج تغير الدنيا. فياريت كلمة عين ختيفي دي، ده جد من أجدادنا المهم جدا، ممكن مصر تقدم للعالم رسالة مختلفة. تعالوا نبحث عنه آلاء. صحيح. يعني شكرا جزيلا، بنشكر حضرتك المعماري حمدي السطوحي الفائز بجائزة الدولة للتفوق، كل الشكر ليك.